أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره سبحانك 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 من مليك ما أمنعك وجواد ما أجودك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وارفع رايتك وانصر أولياءك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان انصرهم على عدوك وعدوهم مكنهم من رقاب أعدائهم مكنهم من رقاب أعدائهم
ثبت أقدامهم سدد رميهم اربط على قلوبهم اجمع بين كلمتهم اللهم من عاش منهم فاكتبه عندك سعيدا اللهم من عاش منهم فاكتبه عندك عزيزا ومن مات منهم فاكتبه عندك شهيدا وخيره من الحور العين ما يشاء وخيره من الحور العين ما يشاء اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم خيرا اللهم عليك باليهود والنصارى شتت شملهم فرق جمعهم بدل عزهم ذلا وغناهم فقرا وفرحهم حزنا وتقدمهم تأخرا اللهم طردهم من ديار المسلمين أضعف قوتهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم أدخل الهلع والخوف والوهن في قلوبهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم من استهزأ بحبيبك وحبيبنا من آذانا في حبيبنا نسألك يا حي يا قيوم اللهم أضحك عليه عبادك اللهم شل أركانه عطل مفاصله صم أذنيه اجعل بلاءك يحيط بهم من كل مكان اللهم من استهزأ بديننا ونبينا من قريب أو بعيد اللهم أنزل عليه بلاء من عندك لا يرد ولا يصد اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه اللهم أسعد قلوبنا بذل عاجل لهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام نعوذ بك اللهم من كل داء عضال اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وخص منهم من حضر جمعنا هذا اللهم يا حي يا قيوم من علينا وعليهم بعاجل الشفاء وارفع عنا وعنهم البلاء والعناء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا إخوانا لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا يشكون حالهم إلا إليك يا من أنت أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم اللهم يا من أنت أرحم بهم من كل قريب وأرحم بهم من كل حبيب يا من أنزلت الداء وأنزلت الدواء اجعل دواءهم يغلب داءهم يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء
اللهم أسعدنا وإياهم بالعافية، ألبسهم لباس العافية، اجمع لهم بين الأجر والعافية يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزق العقيم، اللهم ارزق العقيم، اللهم ارزق العقيم، واشف السقيم، ومن علينا بقلب سليم، وجد علينا من خيرك العميم، فإنك أنت الله، أنت الله الحليم الكريم. إلهنا إلهنا، يا من قلت عن شهرنا هذا أياما معدودات، أياما معدودات، إلهنا إلهنا، قد انقضت الأيام ولم يبق لنا من شهرنا إلا القليل. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم بارك لنا في عشرنا، واجعلها من خير ليالينا، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ومننت عليه فيها بعظيم الأجر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم اقبل من المحسنين، اللهم اقبل من المنفقين، واقبل من المعتمرين، ووفق المعتكفين، وارزقنا وإياهم الإخلاص، وارزقنا وإياهم الإخلاص، وحسن اللجأ إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المرجوة من يوم الجمعة، نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، وقفنا بين يديك، رفعنا أكف الضراعة إليك. إلهنا إلهنا، هذه جباهنا ما سجدت لسواك، وهذه أيدينا ما رفعت لغيرك، نسألك ونحن المذنبون، نسألك ونحن المقصرون. إلهنا إلهنا، يا من أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننتهي، يا إلهنا سبحانك ما صمنا لك حق الصيام، ما قمنا لك حق القيام. إلهنا إلهنا، نسألك يا الله، ونحن الأذلاء ونحن الفقراء، يا حي يا قيوم، إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر يا الله يا الله أسعدنا ومن علينا بعتق رقابنا من النار اعتقنا من النار اعتقنا من النار اجعلنا من أوائل من اعتقت في هذا الشهر الكريم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اكتب لنا في هذه الليلة المباركة البراءة من جهنم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم انظر إلينا بعين الرحمة والرأفة لا تعاملنا بذنوبنا لا تعاملنا بتقصيرنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم أننا لا نتحمل نار الدنيا لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن أحللت عليهم رضوانك فلا تسخط عليهم أبدا. اللهم متعنا وأسعدنا برؤية وجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم لا تحجبنا عنك لا تحجبنا عنك لا تحجبنا عنك. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يناديك غدا فيقول ربنا أرنا وجهك ننظر إليه ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. يا رب يا رب يا رب يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا من أمرك بين الكاف والنون يا من أنت غني عن تعذيبنا. اللهم يا رب يا رب يا رب اللهم اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا اللهم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء اجعلنا ممن صدقك في الدعاء فصدقتهم في الإجابة فصدقتهم في الإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على حبيبنا محمد صل على حبيبنا محمد صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.